طيب مش براحتك، انا فعليا لسه مش عارفه ايه اللي جواهم. مش انت عارفة كل حاجة، انا يا بنتي انت عارفة على كل طول حاجة. ظلماني كده. مش استني، يلا ايوه اعمل كده. بالحبر بقى. و طيب انتي مرة سألتيني هو الحبر اللي عندكم ده بجد ولا اهو، بيطلع ايه؟ ايه ده، تصدقي طلع بجد؟ ايوه بجد. الله، شفتي دي جميلة قوي. ماشي خلاص، اسمه ايه بقى؟ طلع لك ايه؟ التفاهم. طلع لي التفاهم. سؤال التفاهم بيقولك نسبة التفاهم بينك وبين جوزك وصلت لكام بعد كل السنين دي؟ ما شاء الله. وصلت لكام؟ لا، نسبة عالية جدا، لأن كل فترة من العشرة يعني ما شاء الله بنفهم بعض أكتر وبنستوعب بعض أكتر وكل واحد فينا بيتجاوز عن أخطاء التاني أكتر بننضج إحنا الاتنين مع بعض. ف يعني هو في الأول هو أشقى مني بكتير، يعني هو انتي هادية أنا أوي. هادية، هو هوبا برضه، فاهمة؟ فهو دلوقتي مع الوقت بدأ ياخد شوية من صفاتي، بدأ يسمع أكتر، يستوعب أكتر، يطبطب أكتر، يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله. يعني دلوقتي نقدر نقول كام في المية؟ نقول مثلا إيه، 80% والباقي يعني جايين، يعني ما بيتحملوا شاء الله. يعني. والباقي نكش وخلافات. لا بس مش كتير الحمد لله الحمد يعني. لله. بس التفاهم بينكم وصل لدرجة انك ممكن تاخدي رأيه في اي ادوار بتتعرض عليكي، ولا دي حرية شخصية وده شغلي؟ لا هو حرية شخصية وشغلي، بس أنا بحكي له، يعني بحكي له، مش باخد إذنه، لكن بحكي له، يعني أقول له مثلا جالي دور كذا كذا بتحبي رأيه؟ فهو عايزه اقول لك، هو يعني هو بيتحمس لشغلي اكتر مني احيانا. يعني انا مثلا السنه دي في رمضان يتعرض عليا اكتر من عمل الحقيقه، فحكيت له يعني قصص وكده، بس انا ما كانش عندي طاقه السنه دي الحقيقه ان انا اشتغل غير عمل واحد. فهو قعد يقول لي لا اشتغلي، يعني ليه تاخدي مثلا شغل واحد، خدي المسلسل التاني كمان وكده. فبالعكس هو بيتحمس جدا يعني انه خليني اتحرك. عمره قال لك الدور ده لا مش هتعمليه ما هو انا مش مستنيه بقى الدور ده، لا يعني انا اصلا؟ ليه بقى؟ لان انا من نفسي خلاص عارفه ايه اللي احب اعمله وايه اللي ما احبش اعمله. وين خدي بالك، هو انت مش بتختاري الدور بناء على محاذير، بتختاري الدور بناء على حلاوة الدور وقوة الدور وتأثيره، وعملتي زيه ولا ما عملتيش، أو عملتي حتى بس هتعمليه بطريقة تانية. أنتي حابة تعملي مثلا تعملي حاجة جديدة السنة دي مش شبه اللي قبل كده، عايز تخرجي عن النمطي أو المألوف. فيعني هي قصة مش زي ما الناس فاهمة، إنه يعني في حاجات وحاجات لا لا، أنتي بتفكري بطرق تانية، الكاست اللي بتشتغلي معاه، المخرج، المؤلف، شركة الإنتاج، كل دي حاجات من ضمن معاييرك في الاختيار. كان في تصريح ليكي منسوب ليكي، يعني انك قلتي ناس كتير بتتمنى طلاقي. يا ساتر يا رب، مين دول وليه؟ مش عارفة مين دول بقى إن شاء الله وليه. ولاد الحلال مش ما شاء عارفة، الله كتير. بصي أنا معرفش طبعا، يعني مش فاكرة إن أنا قلت حاجة زي دي، بس بصي أسمع، يعني هي مش كل الناس طيبة مش كل الناس ومش شريرة. كل الناس شريرة، بس انتي مش سهل تعرفي قلوب الناس فيها ايه. يعني ممكن حد بيضحك في وشك ويكون حاجة تانية في ظهرك، فانتي بس ما مع الوقت بتعرفيش. بتكتشفي. بس انا على العموم يعني انا يعني دايرة علاقاتي ضيقة جدا جدا جدا، تكاد تكون يعني صغننين قوي. صاحبتين ثلاثة على جوزي واهلي. فانا مش يعني مش بعرض نفسي للناس كتير بصراحه. دي احسن حاجه عملتيها. ايه الكارت اللي بعده؟ مش الكارت اللي بعده يا ترى؟ يا هل ترى.